زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية البرنامج عن انطلاق النسخة 25 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد واللي بتستضيفها مصر. بيشارك في هذه البطولة 13 منتخب تم تقسيمهم لأربع مجموعات حسب القرعة. مصر فازت في أول ماتش ليها أمام منتخب الكاميرون امبارح بنتيجة 40-17. خلينا نتكلم بالتفصيل عن هذه البطولة. بنرحب بالناقدة الرياضية والكاتبة الصحفية ندى مجاهد. صباح الخير عليك يا ندى ومنورانا، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك انت طيبة. اهلا بيك. البداية عايزين نعرف رأيك كده وتقييمك للافتتاح امبارح، كان شكله ازاي؟ كمان ردود الافعال والانطباعات عنه. والله يمكن طبعا البطولة، يعني خلينا بس نقول للمشاهدين ان هي بتقام في ظروف عيد وظروف يعني مختلفة عن اي بطولة افريقية لكرة اليد، بس يمكن امبارح احنا شفنا طبعا اعداد للجماهير اكيد متوقع انها تزيد الفترة اللي جاية في خلال يعني مشوار المنتخب في البطولة. لو اتكلمنا عن بداية المنتخب اكيد بداية متوقعة، يمكن شفنا امبارح فرق سكور كبير جدا لمنتخب مصر امام الكاميرون، وده طبيعي، يعني شيء طبيعي، يعني منتخبنا طبعا بيضم محترفين كبار جدا، وكل في كل بطوله بنشوفها بنلاقي دايما مستوى المنتخب افضل من البطوله. هنتكلم اكتر عن اداء المنتخب، وهنتكلم طبعا عن فرق سكور او فرق نتيجه زي ما كنت بتتكلمي، بس خلينا يعني في ناس ممكن تكون ما شافتش البطوله امبارح، الافتتاح امبارح، في ناس ممكن تكون عايزه تعرف اكتر عن بعض التفاصيل والتنظيم وما الى ذلك، خلينا نتكلم في النقطه دي ونروح بقى لاداء المنتخب بعد كده. يمكن امبارح حفل الافتتاح امبارح طبعا حضروا شخصيات عديده زي الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه، وكان موجود برده منصور انيمو رئيس الاتحاد الافريقي، وطبعا دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. يمكن حفل الافتتاح امبارح كان منظم بشكل كبير جدا، احنا عارفين البطوله بتقام على صالتين، صاله دكتور حسن مصطفى وعلى صاله الصاله الدوليه في 6 أكتوبر. يمكن المفروض البطوله كانت هتقام في استاد القاهره، ولكن علشان ظروف بطوله العالم الاثنين متزامنين مع بعض فتم نقلها لصاله حسن مصطفى وصاله اكتوبر الدوليه. لكن التنظيم طبعا يعني كعاده مصر، ويمكن كره اليد تحديدا لما بننظمها هي كره اليد لعبه بتفرح الشعب المصري بشكل كبير جدا، فدايما احنا لما بننظم بطولات كره اليد بيبقى الشعب المصري كده عنده يعني حماس ان هو دايما فاتحين نفسنا بصراحه ما شاء الله. بالظبط، واحنا تعلقنا كشعب مصري تعلقنا بهذه البطوله من المونديال جدا. بالظبط، تعلقنا بيها كتير جدا، واحنا مصر يعني عندها تاريخ طويل اصلا في البطوله دي كتنظيم وككمان يعني حصد للقب. طيب احنا عندنا 13 منتخب بيشاركوا في هذه النسخه، تقسيمه المجموعات عامله ازاي ومجموعتنا بالتحديد؟ هو مجموعه مصر يمكن طبعا عشان الدوله المستضيفه وكمان حامل اللقب، احنا اخترنا في حفل القرعه ان احنا نلعب في المجموعه الاولى اللي بتضم منتخب الكاميرون ومنتخب المغرب. يمكن مصر عندها النهارده عندها راحه، وبكره هتلعب مباراه المغرب. اكيد مباراه المغرب هتبقى يعني نوعا ما مش سهله بنفس سهوله مباراه الكاميرون، ولكن طريق مصر يعني او عاده طريق البطولات الافريقيه لكره اليد بشكل عام بتلاقي نفسك في بتوصل في الاخر ان مصر وتونس هما بيبقوا دايما في الفاينل. بس خليني اقول لك برده ان احنا يعني مش شرط نتوقع ده في البطوله دي، لان دلوقتي انت عندك منتخب زي منتخب المغرب، منتخب زي كاب فيردي برده يعني عنده بيدعم بعناصر شباب وعناصر خبرات، فانت ممكن في الاخر توصل ان ما يبقاش مصر وتونس زي كل بطوله احنا متعودينها. يعني ندى، يعني افهم من كلامك كده المفروض انه حسب لائحه البطوله انه اول 5 منتخبات بيتاهلوا مباشره لبطوله العالم هتكون في بولندا والسويد. بالزبط. تفتكري يعني مصر هتبقى ضمن ال5 منتخبات اللي هيتأهلوا مباشره طبعًا، ولا ممكن تحصل اي مفاجاه؟ يعني ان شاء الله طبعا مش هيحصل اي مفاجات. احنا بنتمنى ان مصر توصل كاول افريقيا. وخليني اقول لك ان في تقسيمه برضو بطوله العالم يمكن القرعه يعني ادرجت المنتخب اللي هيحصل على لقب افريقيا ومنتخب صاحب المركز الثاني، الاثنين هيكونوا في مجموعه واحده. فيعني حتى لا قدر الله، طبعا اكيد ان شاء الله ده ما يحصلش، ان مصر حتى لو مركز ثاني هي برضو اوريدي متاهله يعني ان شاء الله. طيب احنا بننافس دايما احنا الجزائر، يعني احنا الاثنين متساويين بنفس عدد الالقاب، 7 ألقاب. بالظبط، مظبوط. بالظبط، انما تونس هي في المركز الاول، تونس في المركز أفريقيا الاول معاها 10 ألقاب. لكن ان شاء الله هذه البطوله باذن الله نتفوق ان شاء الله، يعني عشان نقلل الفرق ما بينها وبين تونس. بالظبط، ويمكن احنا اخر بطوله خدناها اوريدي من تونس، يعني اللي هي اتنظمت 2020،
فاعتقد ان منتخب مصر ويمكن احنا كمان في بطولة البحر الابيض المتوسط احنا قدرنا نكسب تونس بفرق سكور كبير جدا، يمكن احنا ما حالفناش الحظ ان احنا نتوج باللقب وحصلنا على الفضية، لكن اعتقد ان منتخب مصر مركز جدا البطولة على ارضه وسط جماهيره، فاعتقد دي برضو بتديه دافع وحافز اكتر. يعني عايزين نتكلم عن الفنيات، المستوى بتاع اللعيبة عامل ايه؟ بص تحديدا قبل بس ما نتكلم على الفنيات، يمكن انا سمعت كابتن الفي كنت بس عايزه اوضح حاجه في ناحيه التنظيم. بما ان مصر دايما رائده في تنظيم البطولات الافريقيه، ولكن يمكن الاتحاد الافريقي لما اسند لمصر بطوله لان هو اتزنق، لان البطوله اصلا متعودين ان هي بتتلعب في شهر في شهر في شهر يناير من كل سنتين، ولكن بعد طبعا هي كانت هتلعب في المغرب اوريدي في شهر واحد في يناير اللي جاي، في يناير اللي فات. طيب. اللي فات. فبعد ما تم تأجيل البطوله فاكيد ما لقوش يعني غير طبعا مصر ان هي رائده وان هي بتقدر في اي وقت انها حتى لو الوقت قليل، احنا متعودين على تنظيم البطولات ويمكن شفنا ده طبعا في بطولات العالم، فحتى لو الوقت قليل بس الحقيقه هي مصر فعلا قادره انها تنظم وقدرت انها تتدارك الامور طبعا بسرعه جدا، وشفنا امبارح يمكن التنظيم كان على اعلى مستوى حتى لو كان في حاجات بسيطه اللي هي يعني نقدر طبعا بيها الايام اللي جايه تكون افضل من قبل كده. عظيم. طيب كنا بنتكلم معاكي بقى عن الفنيات. بنتكلم عن الفنيات، اللعيبه مستوى لعيبه منتخب مصر يمكن زي ما كنت بقول لكم في الاول ان هم ان احنا عندنا لعيبه محترفين كتير جدا في صفوف المنتخب وكلهم محترفين في دوريات اوروبيه، يمكن كمان عندهم يعني خليني اقول لك ان هم عندهم نشوه الانتصار والفوز، يمكن احنا شايفين حد زي علي زين لسه راجع من برشلونه حاصل على لقب بطل اوروبا، فيمكن دي كلها حاجات دوافع. يمكن امبارح احنا كمان شفنا مشهد حلو جدا ان في البطوله الناس كلها بعد ما خلص المباراه حسينا كده ان احنا بنشوف محمد صلاح تاني بس في كره اليد المصريه، بيجروا على عليه والفالنتير كلهم عايزين يتصوروا معاه، فامبارح يعني حقيقي كان مشهد رائع على مصر بالظبط، يعني دي ده حاجه مشرفه جدا. ولو هنكمل في اللعيبه برضو عندك حارس زي محمد علي، يمكن الناس امبارح ما كانتش متوقعه ان هو اللي هيكون موجود، طبعا حراس كلهم على اعلى مستوى طيب ولكن بالظبط، لكن امبارح الحقيقه مستر باروندو قرر ان محمد علي ياخد المباراه امبارح، ويمكن هو قدم مباراه قويه جدا، هو يمكن كمان برضو محترف في الدوري الفرنسي وشفنا قد ايه اداؤه اتطور بشكل كبير جدا وده كان ظاهر جدا امبارح. طيب ندى، يعني احنا عارفين انه بعد ما رجعوا من بطوله البحر المتوسط يعني خدوا راحه سلبيه لمده 24 ساعه بالزبط. بس هل الراحه دي كافيه؟ خليني اقول لك ان الراحه دي كافيه في ظل ان انت ما عندكيش وقت، هم فعلا اوريدي رجعوا يوم الخميس يعني قبل وقفه عيد الاضحى مباشره، فما كانش في وقت خالص ان اللعيبه تاخد راحه، وهم عارفين ان هم يعني الوقت مزنوق جدا الفتره دي، ويمكن اللعيبه يعني هم راجعين من بحر المتوسط برده لسه حامية البطوله معاهم وعايزين يعني يصالحوا بقى الجماهير اللي هي دايما طول الوقت متوقعه منهم الكتير، يمكن بعد خصوصا ما حصلنا على المركز الرابع في اولمبياد طوكيو المنتخب خلاص بقى، يعني انت عندك دوره البحر المتوسط احنا هنجيب ذهب، انت ما بقيتيش حتى توقعك سقف توقعك، هم ما بقوش بيقبلوا اصلا بالزبط. بنتائج مش مرضيه يعني بالزبط. هم ما بقوش يقبلوا ده بالظبط، فمنتخب مركز جدا جدا ان هو يحافظ على حتى كمان السكور ده في المباريات علشان يوصل ان شاء الله لبطوله العالم. طيب واحنا بنتكلم عن اللعيبه المحترفين، احنا عندنا علي زين زي ما قلنا بيلعب في برشلونه، وعندنا دودو بيلعب في نادي فرنسي لكنه مصاب للاسف بالزبط. من شهر نوفمبر اللي فات. تاثير وجود لعيبه محترفه في هذا المنتخب، تأثير وجود لعيبة محترفة أعتقد أنه هو واضح على المنتخب من بطولة العالم اللي مصر نظمتها هنا، أنت بقيت دلوقتي كل منتخبات أوروبا بتعمل لك حساب وهي نازلة، يعني بقت خلاص بيشوفوا ان انت عندك نجوم حد زي محمد سند كمان، نسينا طبعا احنا نقول طبعا ما ينفعش ان احنا ننسى سند، هو حصل اوريدي على لقب افضل جناح في الدوري الفرنسي في الموسم ده، لاعب زي يحيى خالد طبعا المحترف في فيسبرم المجري برضو قدر ان هو يكون في المربع الذهبي في دوري ابطال اوروبا السيزون ده، فانت عندك ويمكن كمان كل فتره انت عندك سيف الدرع كمان ويحيى الدرع كمان هما الاثنين محترفين، يمكن يحيى كمان هينضم بعد البطوله لنادي فيسبرم، فانت عندك ذخيره من المحترفين كبيره جدا في في في, في منتخب كره اليد. طيب ندى، يعني احنا زي ما تابعنا المدير الفني لمنتخبنا قرر ان هو يختار قائمه مكونه من 22 لاعب رغم ان اللائحه بتتيح 18 لاعب، عايزه اعرف رايك في الموضوع ده، وعايزه اعرف رايك كمان في دكه الاحتياط بتاعتنا.
بصي انت عندك في منتخب اليد مفيش حاجه اسمها دكه الاحتياطي بتاعتك زي بالظبط ال 22 لاعب اللي هو اللي هم معاه، هم يعني كلهم على نفس المستوى. انت يعني ما تتوقعيش مثلا مين اللي هيلعب، انت عارفه ان ده هينزل هيأدي نفس دور اللاعب الاساسي زي ما تابعنا محمد علي بالظبط زي ما شفتي امبارح محمد علي. خليني اقول لك ان مستر باروندو الفتره دي يمكن انت عندك برضو عناصر المنتخب الخبرات خلاص ابتدى السيزون ده عادي زي حال اي منتخب، ابتدت الاعمار السنيه تبقى في زياده. فهو ال 22 لاعب اللي تم اختيارهم دول فيهم عدد كبير من اللعيبه عناصر الشباب اللي هم كانوا حاصلين مع مصر على برونزيه الشباب في 2019، وعناصر الناشئين اللي كانوا كمان واخدين بطوله العالم في مقدونيا في نفس السيزون. فانت عندك لعيبه ما تقلش خالص في الخبرات عن النجوم الكبار. فهو ده فكر مستر باروندو ان يكون معاه 22 لاعب عشان يعمل توليفه او يعمل يعني يدخل عناصر الخبرات مع عناصر الشباب، وده طبعا ظاهر. ويمكن شفنا امبارح حد بيأدي كويس جدا زي محسن رمضان، شفنا اللعيبه كلها حتى ده خلى نادى كمان الجماهير فرحانه، الجماهير المصريه كان عندها ثقه كبيره جدا وامل كبير جدا في ان منتخب كره اليد يحسم البطوله لصالحه وياخد البطوله الافريقيه الثامنه. نادى هرجع لك مره ثانيه، ويعني احنا شفنا امبارح اداء منتخبنا، وعايز اعرف يعني من وجهه نظرك الكاميرون يعتبر منتخب نعول عليه في النتيجه؟ يعني نقدر نقيم على اساسه اداء منتخب الوطني لكره اليد هيبقى عامل ازاي بعد كده، ولا انت شايفه انه اصلا كان منتخب سهل ان احنا نفوز عليه؟ بصي خليني اقول لك ان منتخب الكاميرون مش من المنتخبات القويه جدا خصوصا في الفتره الاخيره، ولكن منتخبنا يعني امبارح السكور كان ممكن المنتخب يعني يبقى نازل المباراه حاسس يبقى عايز يكسب وخلاص لكن النتيجه والسكور يقول لك ان منتخبنا لا هو عايز يعمل حاجه. حتى امبارح اللعيبه كلها في الملعب تحسي ان كل لاعب مش بيفكر خالص ان ده منتخب ضعيف، لا احنا كلنا عايزين نادي وكلنا عايزين، حتى في تحس ان في تصارع على لقب افضل لاعب في المباراه. ويمكن امبارح احنا شفنا لاعب زي اكرم يسري امبارح قدر ان هو ياخد افضل لاعب في المباراه. الحقيقه اكرم يسري فعلا برده لاعب من نوعيه اللعيبه اللي بتطور ادائها بشكل كبير جدا، ويمكن كمان مستر باروندو بيعول عليه بشكل كبير خلال المباريات القادمه مع المنتخب. بس خليني اقول لك ان اداء منتخبنا امبارح يخليني اقول لك لا المنتخب اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه. وحتى يمكن علي زين كان بيلعب امبارح المباراه اساسي في الشوط الاول والشوط الثاني، وده يدل ان يعني مستر باروندو ما قالش لا انا هريح بقى حد من اللعيبه للمباريات اللي جايه، لا هو بيفكر دايما وده تفكيره، وده دايما التفكير اللي بيقوله للعيبه انا بفكر على كل مباراه يعني كانها مباراه نهائي. يعني كل مباريات انا العبها، لان انت في الاخر انت ادائك وانت اداء البطل وانت منتخب مصر، فما ينفعش تتهاون قدام اي منتخب مهما كان امكانياته او حجمه. عظيم. ندى دايما الدقائق الاخيره في اي مباراه بتكون حاسمه، هل احنا عندنا مشكله في الدقائق الاخيره خصوصا لما يكون المستوى متقارب ما بين الفريقين؟ وشفنا الكلام ده في دوره الالعاب في الجزائر بتاعت البحر المتوسط، كان الفرق تقريبا يا دوب خسرنا بنقطه واحده بالزبط. مع اسبانيا، فهل احنا عندنا مشكله في ده؟ بصي خليني اقول لك ان دايما الدقائق الاخيره دي بتبقى دقائق خبرات، ولكن خليني اقول لك ان الدقائق الاخيره دي برضو ممكن بيتدخل فيها عنصر تحكيم. خليني اقول لك انا مش طبعا مش علشان خاطر منتخب مصر او كده، بس احنا يمكن شفنا في مباراه اسبانيا لا التحكيم كان فيها ظالم لمنتخب مصر بشكل كبير جدا. يعني الدقائق الاخيره دايما بنلاقي فيه تحامل من التحكيم، تحامل من ان هو بيطرد بيبقى فيه لعيبه بيديها دقيقتين، ودي بتفرق معاك جدا في الدقائق الاخيره مع كمان خصوصا القانون الجديد للعبه كره اليد. فخليني اقول لك ان الدقائق الاخيره دايما بتفرق، كمان لما زي ما انت بتقول ان لما يكون الفرقتين متقاربين بشكل كبير جدا. وطبعا ده اللي احنا عايزين يعني النصايح اللي هنقدمها لمنتخبنا الوطني قبل المباريات الثقيله، زي طبعا اكيد مشوارنا هنقابل فيه تونس، واكيد هو ده اللي احنا هنبقى قلقانين منه شويه خصوصا ان تونس عايزه ترد اللي حصل في اسبانيا، لان منتخب فاز عليها بفرق سكور كبير في البحر المتوسط. فده اللي احنا عايزين نقوله المنتخب ما يشغلش دماغه بالناحيه التحكيميه ويركز اكتر في ان هو يحسم المباريات من بفرق سكور من الدقائق الاولى. طيب ندى، بعيدا عن نقطه التحكيم، اكيد اي منتخب في الدنيا فيه نقاط ضعف ونقاط قوه،
احنا بالنسبه لمنتخبنا احنا الوطني، ايه نقاط القوه المفروض ان احنا نعول عليها، وايه نقاط الضعف المفروض نشتغل عليها؟ زي ما انت بتقولي كمان في منتخبات قويه زي تونس على سبيل المثال وغيرها. بالظبط. خليني اقول لك ان منتخب كره اليد اكيد ما فيش اي منتخب ما عندهوش قصور، بس لو انا اتكلمت على قصور منتخب اليد مش هقدر، يعني مش هقدر اقولها لك بالشكل اللي الناس متخيلاه، لان منتخب اليد زي ما بقول لك هو في تطور مستمر. منتخب اليد عنده كل العناصر النجاح موجوده فيه، انت معاكي مدير فني على اعلى مستوى، يمكن مستر باروندو قدر ان هو ينقل المدرسه الاسبانيه للمنتخب بشكل كبير جدا، وخليني اقول لك ان ده كمان بيخلي المنتخب ليه شكل كمان مختلف. بالظبط، بشكل مختلف جدا. فاحنا لو اتكلمنا عن القصور، احنا خلينا نتكلم على النجاحات بتاعت منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني كره اليد لا حقيقي هو منتخب تقيل، زي ما بقول لك ان المنتخبات دلوقتي دايما بقت بتنزل بتعمل لك حساب في الملعب. فاحنا لو اتكلمنا لا النجاحات عندك هتسد ناحيه القصور بشكل كبير جدا، مش هتخليها حتى تبان او تبقى ملاحظه في البطولة. وهي فكره انه دايما زي ما انت قلتي ان احنا دايما في تطور مستمر، دي حاجه في حد ذاتها تطمنه وتفرحنا. لعبتي قدام الدنمارك في بطوله العالم واديتي مباراه قويه جدا. صحيح. مع البطل، فانت فاعتقد ان منتخبنا الوطني يمكن البطوله دي انا مش عايزه اقول ان هي بطوله سهله، لان ما فيش في الرياضه حاجه اسمها بطوله سهله. صحيح. ولكن دي بطوله البطل، يعني ان شاء الله هنشوف منتخبنا الوطني بيتوج باللقب ده وهنشوفه على منصه التتويج. ان شاء الله يؤدي الاداء اللي احنا متوقعينه منه ان شاء الله. واحنا عندنا منتخب ما بيلعبش زي ما كنا بنتكلم في البدايه على التمثيل المشرف فقط، لا بيدخل اي بطوله، يا اما ياخد البطوله ياخد ميداليه زي ما احنا بنشوف. بالزبط. ميداليه ذهبيه، ميداليه فضيه زي ما شفنا في دوره العاب البحر المتوسط، واحنا شفنا ادائهم عامل ازاي وشفنا الروح اللي بيلعبوا بيها عامله ازاي، وده اللي مخلينا مطمنين. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا الناقده الرياضيه والكاتبه الصحفيه ندى مجاهد. شكرا جزيلا ليك.